طيب ناخد ام احمد. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي. لو سمحت، انا عندي سؤال. هو جوزي سواق نقل، بس المشكلة ان العربيات بتاعته يعني مش شغالة عليه، فبيجي في رمضان ما يقدرش يقعد الشهر كله في البيت، فلازم بضطر يطلع، واحيانا بيبقى في صعوبة جامدة قوي من ان هو يصوم. ان حصل وفطر يوم او اتنين او كده، عايز اعرف حكم الشرع ده ايه. حاضر حاضر. تبين يا مؤه. طبعا الصيام بيسقط عن غير المستطيع. في اعمال شاقه جدا زي اللي بيشتغل في فرن مثلا، او زي اللي بيشتغل في تعرض للحراره كتير، بيتعرض للحراره كتير، او السواقين، او اللي في صحراء، او اللي بيشتغل في صحراء، اي حد بيشتغل في مهنه شاقه، فبنقول له افطر في رمضان، وهل تقدر تصوم بعد رمضان ولا لا؟ العلماء اختلفوا على رايين. راي قال ان هو لا قضاء عليه طالما ان الشغل بتاعه مستمر على مدار السنه، يعني كل يوم هو شغال، فما عندوش وقت يقدر يؤدي فيه، ففي الحاله دي بيسقط عنه الصيام ويبقى عليه الاطعام وما عليهوش صيام. الحالة التانية إن هم قالوا إن هو يقضي في أيام تانية، وأول ما يتاح له يقضي هذه الأيام. فهي قالت إن العربيات بتاعته مش مشكلتي خالص، أنا مش مشكلة العربيات ملكه ولا مش ملكه. ما هي ممكن هو بيشتغل المهنة دي، ممكن تكون العربيات ملكه ومش لاقي سواق يشتغل، ولازم هو اللي يطلع، لأن هو مطالب كل شهر إن هو يدفع أقساط معينة. العربيات دي مش جاية ببلاش، العربيات دي بتصرف، البيت بيصرف، فهو مطالب إنه يشتغل. لكن واضح من الكلام إن هو في أيام مش بيشتغلها، فهو يفطر اي عدد من الايام في رمضان وهو شغال طالما انه ما يقدرش، لانه السفر قطعه من العذاب، فيفطر في هذه الايام ويقضي في ايام اخر. ممكن ربنا يكرمه يبقى هو مريح في البيت في ايام معينه، يبقى يقضي في هذه الايام ولا شيء عليه. لكن لو هو شغال ال 12 شهر ما عندوش ولا يوم راحه، كل يوم عنده شغل وما فيش قدامه إلا الباب ده، وما يقدرش يصوم في أي وقت، بيسقط عنه بأرجح آراء العلماء يسقط عنه الـ 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 الصيام وعليه الـ 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 الإطعام. بس ده في حالة السواقين اللي بيسافروا مسافات طويلة، مش السواقين اللي شغالين داخل البلد، يعني مش سواقين التاكسيات مثلا اللي هم شغالين دلوقتي. حسب مقدرته. وأن تصوموا خير لكم، لانه مهما يكن ممكن الراجل اللي بيشتغل مثلا بعربيه ويكون واحد كبير في السن ومصدر مش عيشه ومصدر عيشه هو التاكسي ده، فبيطلع يركب عليه. في واحد بيقول انا هصوم، لكن مش يفطر علشان خاطر بيسوق ومحتاج يشرب سيجاره. لا 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 لا، ده حرام عليه، لانه بيجاهر بهذا الامر. وهو ربنا قال في هذه الايه وان تصوموا خير لكم، فما ينفعش ان انا مثلا السواقين اللي هو يقدر يصوم وبتاع وكده فيجي يديله الرخصه، يديله الرخصه، لا هنقول له